صحتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا على خير وبخير وفي صحه جيده ان شاء الله. تشاهدوا هذا الفيديو ان شاء الله نتوما على خير. اليوم ان شاء الله نوصل معكم واحد الكسيوه طويله، عندها تقطيع في الحزام وعندها لافرونس هنا في الحزام، غيجيو بالبلي. نبداو على بركه الله. اول حاجه عندنا هنا الثوب، فيه جوج متر و40، المهم كوبو. غادي نجيبو هكايا، غادي نطويه في العرض. هذا هو الطول ديالو، هذه هي الحاشيه. هنا فين عندنا جوج و40، كتشوفوا على هذا الشكل، راني طاويه على جوج. وهذا هو المنكب ديالو، نشوف شحال عنده في المنكب. عندو متر ونص في المنكب نيشان. دابا غنجيب غادي نطوي هكا على جوج، غادي نفصلو في التنكيس هذا على حسب باش الكسوة تخرج لي فيها العرض. هكايا نحط هاد الجهة هادي، وغادي نجي غنقلب هاد الجهة اللي مسدودة من عندي لهنايا على هاد الشكل، باش غادي نفصل داك الجزء العلوي هو الاول، غادي نقطعو وعاد نفصل الصايه من التحت ولا داك الكسوه الكماله ديال الكسوه. غادي نخلي هنايا 6 سنتيم ديال الصدايف، حيت القطعه الفوقانيه غيكون فيها صدايفات والتحتانيه غتكون مسدوده، غتجي بحال الصايه دايره. غنخلي 7 سنتيم على حسب الخياطه. نتمنى يكون باين لكم، راني كنطراسي بالغوص باش يبان. نحط هذا الظهر هذا اللي مسدود عندي فين طراسيت هنايا، وغادي نبدا نحط الماء العبارات ديالي. عندي في الكتاف 19، نزيد سنتيم ديال الخياطه هي 20، نربط هنايا 3 سنتيم باش نطيح الكتاف، ونربط 20 هنا انفاس مع هاد النقطة. غنجي نشوف واش عندي 20، هاهي ندير هنا خط مستقيم. الدورة ديال الرقبة غندير فيها 7، نهبط جوج سنتيم في الخلف هنايا، ونهبط جوج سنتيم، وصل هذه النقطة هذه نطيح الكتف. صدر عندي 25، ونزيد سنتيم ديال الخياطة، ولا هنا غنزيد جوج حتى ندير لي سياج ونشوف، حيت ثوما كيكون ما كيتيريش ضروري نزيدو واحد سنتيم. الخط ديال الحزام ديالي عندي 40 في خط الحزام، وغنزيد سنتيم ديال الخياطه هو 41. غنشدها من هنا باش نخرج خط. هذا هو الخط ديال البطن، غيكون عندي البطن عندي فيه 24، ونزيد سنتيم ديال الخياطه. نجيب البيستولي ونحطه على هذا الشكل، هذا من النقطه لهنا ديال التركيز للنقطه ديال الحوض. هنايا غادي نطلع واحد 4 سنتيم، وغادي ندور التركيز ديالي ولا نديروها بالبيستولي. انا درتها غير بيديا صافي. دابا غادي نقطعو، هنا في الخياطه ديال هذا الجنب ديال الكوطي غادي نطلع واحد جوج سنتيم باش ما تجينيش الكسوه طايحه من الجناب.
ونصيلها لهنا للمنتصف. غنحيد الخلف ونجي غندخل هنايا في الامام، غنهبط راه هنايا 14 وندخل جوج سنتيم صافي، وغناخد هنا نخرج زيرو به هنا ونخرج زيرو هنايا. هنايا غادي نهبط تسعود لحسن مازال غادي ندخل هنا في السنتيم باش ما يجينيش، الدورة د العنق صغيرة بزاف. وهنايا في هاد 7 سنتيم اللي خليت هنا غادي نخرج خط مستقيم باش ملي كنجيو نخيطو داك الصدايف ما كيجيوناش هاد المطوي، وهادي على جوج ما كتجيناش عوجة. هنا غندخل واحد سنتيم في الامام صافي. دابا غادي ندوز نفصل الصايه التحتانيه كماله ديال الكسوه. هنايا غادي نفصل الكسوه التحتانيه القطعه اللي عندي من التحت، جبت انا الثوب طويته على 4، من هنا راه مسدود ومن هنا محلول، خليته هكا كما طويته في الاول في التنكيس ولا في العرض ديالو. هاد الجهه هادي اللي هنا محلوله رديتها من الهير، ومن هنا راه عندي مسدود حيت الكسوه تكون هابطه مسدوده ما تكونش فيها الصدايف من الامام. دابا غادي نشد الطول ديالي، خليت هاد القطعه هادي اللي هنايا ولا نخرج منه الكمام، وناخذ القياس ديالي من هنايا. غنحيد داك 40 ديال سنتيم اللي عندي من الفوق، وناخذ الطول عندي الطول 137، وغادي نزيد 3 سنتيم ديال لوغلي من التحت صافي. هنايا صافي هذا هو الطول ديالي حد هنا، راني طراسيت هنايا. ناخذ القياس ديال الحزام ديالي كما قلت لكم عندي 24 وزدت سنتيم ديال الخياطه، ها هي جياني هنا. وغادي نزيد على داك القيمه ديال الخياطه اللي عندي هنا، داك الدوره ديال الحزام هي هذه، وغادي نزيد عليها واحد 15 سنتيم ديال داك لي فخونس اللي غادي يجوني بحال البلي ولا بحال التكيميشه تمايا الحزام. شحال ما بغيتو تزيدو على حساب شحال بغيتو يكون تكون الكسوه عريضه. انا هنا غادي نزيد 17 سنتيم في كل ربع هي هادي، وفي الايفازي من التحت غندير فيها 50 باش تجي الكسوه فيها الايفازي. صافي هاد النقطه اللي درت هنايا غادي نصيلها حتى النقطه اللي عندي لتحت على هاد الشكل هنايا التالي ديال الثوب كما كتشوفوا معايا. باش تجينا الكسوه دايره غادي نشد من هذا الخط هذا اللي درت هنايا على هاد الشكل هكايا، غنشد في الوسط وغنبقى كندور بالسنتيم جاياني هنا في التالي كاع 102، وغنبقى غادا بهاد 102 غادي نعلم هنايا. ها هي فين جاتني، شتي شحال طلعنا هنايا من في الجنب في الكوطي هاد المسافه هادي واحد 6 سنتيم ولا 5 صافي. وغندير لها هكايا ديرها غير بيديا هكا باش تجيني دايره.
صافي هذه الصايه ديالي، غادي نجيب هنا المنتصف وغادي ندير واحد الكرانه باش نقلع على المنتصف ملي نجي نخيطها. صافي هذا السيوه هذه راه ساهله، تجي زوينه في هذه الوقيته ديال الربيع ديال الصيف، كتجي في اللبسه مرتاحه واسعه، كتجيش مجيفه. هاد الطريف هذا اللي شاطلي هنايا غنخرج منه الكمام، غنطوي هكا، ندير واحد الخط، هنايا 23، وغادي نهبط هنا واحد 12 سنتيم. غنشد الطول ديال الكمام ديالي، عندي في الكمام 54، وغادي نزيد، غيكون لاستيك من هنا في المونش، غيكون فيه لاستيك المونش من هنا غيكون مجموع، عندي فيه داك لاستيك غيجمعولي. غادي نزيد واحد 3 سنتيم على حساب باش يجيني الكم هكا مرخي، ما يجيش مشنق من نديرو له لاستيك، الاحسن نزيدو 3 سنتيم ولا حتى 4. هنا انا غنزيد 4 سنتيم، وغندير فيها في الدوره ديال البونش غندير فيها 16. انا عندي 26، غادي نقسمها على جوج، داك السنتيم اللي كنقول لكم كيتزاد هنا راه كيتزاد دابا سنتيم، وملي كنقطعو كيتزاد لنا سنتيم اخر، هي كيكونوا زايدين لنا جوج سنتيم كنخليهم حتى كنديروا السياج، ربما يجينا مشنق من التركيز ولا شي حاجه نزيدوها، كان هو هذاك راه كنحيدوه. هذا العبار ديال الدراع، عندي 18، كنهبط من هنا واحد 7 سنتيم، وندير الدورة الدراع، نزيد سنتيم ديال الخياطة، هادي كنحطو هاد النقطة هنا، كنصيلوها لهنايا، باش كنحيدو داك التكشكيشة اللي كتكون عندنا هنايا في الكم، وهنايا راه كنخرج سنتيم هنا، وكندخل سنتيم هنا. نعلمو الجهة ديال الأمام، غنقصو منها سنتيم، صافي هادي هي الكسيوة ديالنا. الكول غادي نشوف شنو غندير فيه، واش كول شوميز ولا كول أوفيسي. هنايا غادي نفصل هاد الكلوش اللي غادي يلصق في الكمام، غندير معاكم داك الكمام ديال الجرس، يسميوهم كمام ديال الجرس. هنا راني طراسيت لكم ديالي في غادي نبداهم، غندير غير جوج قطع، وحده هنايا وحده هنايا، بغات شمولاتهم يكونوا فيهم ثلاثه، اللي بغى يدير ثلاثه يدير ثلاثه، يدير وحده عاود هنا في هذه البلاصه، هذه طراسي الاولى هنا، وموراها كيخلي 12 سنتيم ولا 10 ولا حسب انت المسافه اللي بغيتي تخلي بين هذه وهذه والطراسي. انا هنايا خليت المسافه، خليت 10 سنتيم، ودرت هنايا خط، الاولى غنركبها هنايا والثانيه غادي نديرها هنايا، وغتجيني واصلاني حد هنا، اجي الطول ديالها حد هنايا، وهنا غادي ندير غير لاستيك، وندير لاستيك ولا داك الشريط النطاط. صافي غندوز باش غادي نفصل داك الكلوش اللي غادي يلصق تمايا، داك القطع ديال الكلوش. اول حاجه كنعبر العرض ديال الكم شحال فيه، فين طراسيت هنايا،
عندي هنايا 38، هاد 38 غادي نقسمها على جوج ونشوف شحال عطاتني. عطاتني 19. غادي نجي لهاد الجهه هادي اللي من هنايا، هادي راه عندي محلوله وهادي عندي مسدوده، وغادي نحط فيما جاتني 19 صافي جاتني هنا. هنا غادي نعلم الطول ديالهم، غادي ندير فيهم 12 سنتيم، هي جاياني هنا نطراسي بعدا هاد العلامات اللي هنايا. غادي نحاول هاد الخط هذا ما نديهش مستقيم، غادي نحاول نميلو شي شويه بيديا باش يجيني كلوش مزيان، باش يعطينا داك الشكل ديال الكلوش مي غادي نلصقوه في الكم. صافي راه عطاتنا 19. هاد 12 هادي اللي عندي هنايا ندير 12 ونبقى غادا كنطراسي 12. صافي على هاد الشكل، حيت غيمشي لي سنتيم من هنا ديال الخياطة وسنتيم من هنا ديال الخياطة وغيبقى لي فيها 10 سنتيم. صافي وغادي نقطع دابا هاكا نجيبها مدورة. كتجي على هاد الشكل، نقدها من هنايا. كتجي على هاد الشكل هذا كما شفتو. فاش كنجي نخيطها راه غادي نخيطها على هاد الشكل هذا، غادي نقلبها لوجه عند لوجه ونركبها بحال هاد الطريقه هادي على هاد الطراساج اللي طراسيت. هنا الا جاتني فوته شويه راه غادي نخرج، لحقاش كما كتعرفوا الكلوش مي كيتفصل كتجي هاد البلاصه عريضه. صافي على هاد الشكل غادي نلصق البانكات هنا وندوز عليه بالخياطه وعاد نوليو نقلبو هكايا. ان شاء الله في الخياطه غادي تشوفوا الطريقه. دابا عندي جوج قطع في هاد الكم هذا وجوج قطع في الكم الثاني، غادي نفصل على هادي، غادي نطويها هكا ونحطوها على التوب ونفصل عليها، نفصل عليها القطعه اللي بحالها اللي غتجيني في الكم الاخر كبيره بحالها، والقطعه الثانيه اللي غندير هنا اللي غتكون هنا راه غيكون العرض ديالها هنا ناقص على هنايا. غادي نفصل القطع هادو اللي هنايا نفصلهم عاود بجوج بوحدهم، وهادو الكبار جوج بوحدهم، غنطوي بحال اللي درت في الاول هكا. وغادي نحط هادي صافي على هاد الشكل من هنا، وغادي نقطع دابا، نقطع من تما ونقطع من هنا. كما شفتوا انا فصلت هنايا هاد القطع الصغار اللي غيجيوني من التحت ديال الكمام بجوج، وهادو القطع الكبار اللي غيكونوا من فوقهم يجيو على هاد الشكل، هادو هما التحتانيين وهادو غيكونوا هكا عليهم من الفوق، يكونوا على هاد الشكل هذا ربعه ديال القطع. صافي هذه هي الطريقه ديال الفصله ديالهم، نتمنى تكون جاتكم سهله ومبسطه. وهذا الحزيم ديال الكسوه درت لها حزام هنا فيه 6 سنتيم في العرض، والطول كديروا على حسب الطول اللي بغيتوا. صافي هذه هي الطريقه ديال الفصله ديال الكسوه، نتمنى تكون عجبتكم الطريقه وجاتكم سهله ومبسطه. وما تنساوش تدعمونا وتخليو لنا التشجيعات ديالكم، واللي ما مشاركش في القناه ما يبخلش علينا ويشارك في القناه ويخلي لنا جيم. السلام عليكم ورحمه الله.